قريب 3 سنين سيدي يكاري عندي في الدار، دائما هو اللي تيجيب المصروف، بنته دائما يومين 3 أيام بيتها عنده، في مشات أمنية راه بيتها عند باباها، في مشات أمنية بيتها عند باباها، ماشي نهار ماشي جوج ماشي، راه 3 سنين هذه، ومرات جات لي حتى للدار الطوموبيل ديالها، كنوقع واحد النزاع ديال الكرا وداك الشيء جابت لي حتى للدار تقول لي شوف أنا غنجيب لك 2000 درهم و2000 درهم تسمح ليها فيها، يا ما تساقر معايا مرات، وحتى للدار جات عندي ماشي من البعد ولا، جات حتى للدار، الطوموبيل حتى للدار، وهي راه دائما بنته عنده. أمنية ما كانتش تحيد معدو دائما أمنية فيما تنسولوا عليها بحال في الدار دائما هي كانت جالسه مع ولدي تطلع عند ولادي وتهبط معايا تحت مني ساكنه فيما تنسولوا عليها مشات عند باباها مشات عند باباها وعز المهم أمنية هي اللي كتبت شي اكثر أمنية دائما كانت عزيزه علو وهي راس كنت عندي مع عرت اش نقول عزيز كان باقي صغير دابا راه مازال كبر دابا كما نقولوا هي كانت ديك 11 عام 13 عام ديما تنسولوا عليها ديما عنده ديما عنده ما كاينش شي نهار اللي ما كاينش هو اللي تيخلص لك راه مراته هي اللي تجي حتى للدار ورغبتني هذه اللي معاه دابا حاليا اللي خايف دابا تجي حتى للدار ماشي نهار ماشي جوج ماشي شهر تجي تعطيني الفلوس قالت لي شوف ديك الساعه كانت بيني وبينها 4000 درهم قالت لي انا نعطيك انا 2000 درهم و2000 درهم تسمح ليها فيها اي باقا دابا تجي امامي نقول نهضر انا وياها ماشي نكذب ولا تجيني وجهي عيني في عيني نقول لها ودائما البنت تنسولوها عليها تلقاها عند باباها ديما وفي الاخر واحد صارت كريبيه ديالو هو راه كانت معاه بنته في راه شاف العالم في التلفزيون ديك الساعه ما كانش هاد النزاع كانت معاه في السهره جالسه في جنبه.